مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. برحب بحضراتكم، وبكرة خلاص مباراة الأهلي وصاني داب في النايجر، بنبدأ مشوار جديد في أفريقيا بحثاً عن النجمة العشرة. طبعاً زي ما حضراتكم عارفين موسيماني ما قدرش يكون مع الفريق بسبب فيروس كورونا، وطبعاً إيجابية المسحة اللي عملها، وهو بيتلقى العلاج حالياً في القاهرة، ولكن هو مش سايب الفريق تماماً، يعني متواصل معهم كل يوم، وبيقدر طبعاً هو يتكلم معهم ويشوف آخر أخبار الفريق ايه. وكان الحقيقه بيتكلم مع الجهاز المعاون في الفكره اللي عايز ينفذها في مباراه صاني داب بكره، واللعيبه تتمركز ازاي في الملعب، وخطه اللعب طبعا بكره. وقدر طبعا محلل الاداء ان هو يصور تدريب امبارح بالكامل ويبعته لموسيماني، وبيتكلموا عن طريق الفيديو كونفرنس او فيديو كول، ان هم طبعا يقدر يعرف اخر اخبار الفريق ويقدر يقول لهم او يتناقش معاهم في كل الجوانب الفنيه اللي هيكون طبعا محتاجها في مباراة الأهلي وصاني داب.